مرحبا، كيفكم؟ اسمي معن خزاله، انا بأدي نوع من انواع الموسيقى اللي هو الراب. بلشت اسمع على عمر 11، بلشت اكتب على 14 واغني على عمر 16، وهيني هسه 19. نفس نوع فن الراب، في اكثر من نوع من الالحان او الاداء، ف حاليا اللي انا يعني بشوف حالي فيه هو اللي هو ايام التسعينات، اللي الهيب هوب تبع التسعينات، وقاعد بشتغل على الالحان يعني هيك من التسعينات، وبحاول اقدم فيها إشي بهم الناس كلها. اول اغنيه اسمها تحرير ايمانسيبيشن، اشتغلتها مع مشروع اللي هو رسل الحريه، مركز حمايه حريه الصحفيين. لو الموت يجيني الآن مش حسأل لأني إنسان مسلوب حرياتي كأني ميت من زمان، بس من موتي رح أقوم لا تسمعني الأذان، كلامي مش حينقطع كأنه أذان، حي على الحرية لو اتهموني بالجنان، بس خليني أنجن وأحكي هالكلام قبل ما شياطين بلبس ملائكة تسد دمي بأسلاك شائكة، وبطل أعرف أحكي ويطلع من دمي دم، واكذب بقية عمري وانا عايش بالندم، واتفرج على منظري هو بينحرق منبري، والقلم يبطل يكتب وتتمزع اوراق دفتري، من قبل انسان مرتشي بشم فلوس وبنتشي، حريتي عور خطابه بس فعلا ما الها وجود، نفس الكلام والوعود والعهود، وكأني بعيش الحال من اليوم اللي فيه مولود، اذانك بلاد كلماتي جنود، تدخل جوا دماغك ما بتوقف الحدود، انا جاي تأمر مش جاي أدمر، أعمر اللي براسك خلي لدماغي فكر، أذانك بلاد كلماتي جنود، تدخل جوا راسك ما بتوقف على الحدود، أنا جاي تأبني مش جاي أدمر، عب اللي براسك خلي لدماغي فكر. But then I show them say we speak we don't care, in my head is full of damaged thoughts I can't repair, but hell if I can I'm gonna speak this anyway, a mad river flow washing everything in its way, cleaning the way, paving it for freedom, cause freedom can be built on dirt, keep your words true and the people would hear them. I'm speaking the truth like it can never be heard, like my soul liberated and I'm speaking my views, read all about them like a front page news, freedom of religion, freedom of speech, freedom of press to correct any breach, to liberate from injustice and extortion, I gotta be free for my enemies approaching. Omar said we're free in the first breath, I'ma continue to be even if it took my death. أذانك بلاد كلماتي جنود، تدخل جوا دماغك ما بتوقف الحدود، أنا جاي تأبني لا مش جاي أدمر، أخير اللي براسك خلي لدماغي فكر، بلاد كلماتي جنود، تدخل جوا راسك ما بتوقف الحدود، أنا جاي تأبني لا مش جاي أدمر، أعمر اللي براسك خلي لدماغي فكر. شكرا. هسه الأغنية الثانية هي آخر أغنية شغال عليها، هو كله بالعربي، اسمها نسيت عاني. دمك عربي ممنوع انك تنام، لانه طول ما انت عايش تحرم عليك الاحلام، قمت نحرق هالمدينة ونعمر وحدة اشرب، قمت ننسى هالزمان ونحلم بزمن الطف، لانه صار القبر تخت والكفن صار حرام، خذ نفس وانزل تحت ونام، خذ نفس واركض بسلام، اسف مشروع ليلة بس الحل مش رومانسي، كيف ادافع بالسكوت عن سكوت وحق منسي، قلي مرض نفسي انفصام وطن له 22 شخصية أو 21، لأنه انباعت القضية بس القدس عربية، حيفا عربية، نصرة الكرم وعكا عربية، أنا أردني والروح فلسطينية، ما بتآمن بالحدود ولا بالعنصرية، نسينا الإنسانية نسيت مكانك ومكاني، الوحدة تتعذب والجسد نسي عاني، أيوة ها الجسد نسي عاني، أيوة ها الجسد نسي عاني، نسينا الإنسانية نسيت مكانك ومكاني، الروح قاعدة تتعذب والجسد نسي عاني، أيوة ها الجسد نسي عاني، أيوة جسد نسي عاني، عروبتي هي ثروة وحريتي هي ذهبي، ذول أغلى من الفلوس مش حيسرقهم الذهبي، بس بدي لحظة فأشرح فيها سببي لأجل الضمير، لأنه الضمير مات لما صار المواطن
أرخص من الفضفات ولسه مع ذلك معيش حكومات لأنه بس بعين الفاسد أنا كمش الدولارات الدنيا اليوم إله بس بكرة راح بدينه لأنه براهن بالتفاهة بس الدنيا مش كازينو شالت حطت ودت جابت وبكرة راح بتشيله لأنه الكيل فاض وعند البعض الفجر شايف شعوب عم بتدور وعم بتغير بالقدر يمكن هذا هو القدر لأنه ربي عادل فعم بيصحي بالشعوب اللي عايش بالبهادل يمكن هذا هو القدر لأنه ربي عادل فعم بيصحي بالشعوب اللي عايش بالبهادل زينة الإنسانية زين مكانك ومكاني روح قاعدة تتعذب والجسد نسي عاني أيوة ها الجسد نسي عاني أيوة ها الجسد نسي عاني زينة الإنسانية نسيت مكانك ومكاني الروح قاعدة تتعذب والجسد نسي عاني أيوة ها الجسد نسي عاني أيوة ها الجسد نسي عاني شكرا